الحمد لله السلامة. الله يسلمك يخليك. كم ايباد جبت معك؟ يقولون شاي الكراتين وانت جاي. لا استطيع الاثبات ولا استطيع النفي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. تأخرنا في هذه الحلقة صراحة، كنا نقدر نسجلها عن بعد بس قلنا لا نخلي نسجلها حضوري على اساس يكون جودة الصوت افضل، وكانت هي دائما الناس تقول احنا برنامج صوت اذا صوت مزبوط. لا تحجز، قل ما فضيت لكم يا قل ما لا والله مشغول ابو مخضينك مننا يعني. احنا طلعنا الاثنين ورجعت الاربعاء في يومين وكلها كرف وكلها تصوير. طبعا حدثنا اليوم هو عن ايباد، اطلاق ايباد مؤتمر بشكل مؤتمر. نعم طيب عطنا الإجازة عشان أنا أقول لك تعليق، أنا مجمع كاتم في قلبي كثير. أنت والله كاتم في قلبك كثير، لكن خلني أعطيك اللي صار والتوقع. لا ما عندي توقعات، أنت كانت توقعات أسبوع اللي فات. خلاص طيب الحين قدام حقائق يعني. طيب اللي صار يا طويل العمر السلامة، قبل المؤتمر كان في مصادر تتكلم عن وش التوقعات، وكانت في ناس تتكلم عن إيباد ميني وغيره. أنا وأنت تمام انصدمنا بسبب عدم وجود الايباد ميني في هذا المؤتمر، وتجاهلت ابل بشكل كامل. وترى اول مره ذيك المره اطلقوه كذا بسكات يعني. كان في توقعات عن الايفون اس اي متجاهل بشكل كامل، ما نزل ما في حديث عنه. بس ما هي ازمه الان، خلينا نركز على اللي صار واللي طلع. يلا اوكي. تكلمت ابل في البدايه عن الايباد برو او الايباد اير. الايباد اير صار عندك الان 11 انش 13 انش، وانا اقول اخيرا ابل نزلت لنا المقاس الكبير لاجهزه الايباد اير، لانه هذا الاحتياج اللي الناس كانت تسمينا اير علشان خفيف، صار الحين ايباد برو اخف منه. التسميات شوف دقيقه، انت مو قلت شايل بقلبك كثير. انا والله بدي طيب وبعدين دقيقه يعني، ابل عندها مشكله التسميات من اول يوم سمت الايفون اكس. طيب اللي يقولوا 10 لا اكس، طيب يعني فارقه لك تسميات شائمين من 10 يعني. دقيقه انت اكس اس يعني فارقه معاك انت؟ والله خاف افضفض بعدين يزعلون علي بعد يكلموني. طيب فخلي التسميات على لا بطلع بودكاست خاص بالتسويق عرفت، عشان اتكلم عن البراندنج حقهم. يلا اطلب. طيب انا وياك احنا ما شف واحد به رجع العتب على قدر المحبه. طيب عندك الايباد اير 11 و13 انش، طبعا ما في ذاك الفرق الكبير الا انهم المعالج الام 2 اللي كان في الايباد برو حطوه هناك. ما في فرق كبير، فرق المعالج هيوج يعني ما يقارن. وفرق الشاشه مو انت كنت مستاف انا لا يعني بس حق احنا حقاني يعني. إيه شيء طيب. يعني انا خفت طيب بعد يلا لا طيب اذا منك حق يلا. وصار عندك الايباد اير بمعالج الام 2 اللي نفس معالج الايباد برو السابق، لكن صار الان بسعر اكثر يعني أكثر ولا أقل؟ أكثر يعني بسعر أكثر لطافة. قابلية للمستخدمين أيه. ولطافة للمستخدمين بجانب الشاشتين الـ 11 و 13 نفس سعر السابق؟ إيه تقريبا نفس سعر السابق، بس إن 13 ما كان عندك أساسا سعر، فهم تسعيرة جديدة. طبعا اللي لاحظته في المؤتمر شيء واحد، أخيرا أبل غيرت مكان الشاشة من الجنب إلى الوسط، الكاميرا المكان الكاميرا من الجنب إلى الوسط، هذا تغيير صراحة كبير. قلم أبل نتكلم عنه بالأخير. الماجيك كيبورد اللي حق الأيباد إير هو الماجيك كيبورد حق السنة الماضية، فما أو قبل سنتين، فما في فرق ترى. الماجيك كيبورد اللي إذا عندك مثلا أيباد برو حاليا وتبغى تشتري أيباد إير ترى ما يحتاج تشتري ماجيك كيبورد. يعني الماجيك كيبورد حق البرو قبل سنتين يمشي مع الإير، يمشي مع الإير فما يحتاج تأخذ واحد جديد. الأيباد إير يوم تكلموا عنه الجهاز نزلوا له ماجيك كيبورد جديد، نزلوا له كل شيء جديد، المعالج يا جماعة مو طبيعي القدرات اللي سووها. طبعا أبل عارفة أنها هي أعلنت عن الجهاز، وكان المؤتمر تقريبا مدته 36 دقيقة تقريبا مو أكثر من كذا، فلذلك سووا تجارب فعلية للجهاز لنا إحنا كأشخاص يوم حضرنا المؤتمر. ما راح أتكلم عن الألوان، الألوان تكلمنا عنها وتكلمنا نسقنا عنها بشكل كبير، لكن تجربة أن أبل تحط تجارب فعلية لقدرات المعالج للمطورين عشان توريك إلى أي درجة هم رايحين، وتجهز اللاين هذا لمؤتمر المطورين القادم الـ WWDC. أبل ما غيرت شيء كثير في تصميم الأيباد برو، ما غيرت شيء كثير في المعطيات البسيطة اللي موجودة فيه، لكن المعالج يا جماعة هو السر مع الشاشة الخاصة بالأيباد برو. يعني هم يوم أعلنوا عن الشاشة الجديدة ترى سووا دبل بيكسل، يعني مو
مو واحد لا دبل بيكسل على أساس يعطي إضاءات أفضل. يعني تكنولوجيا جديدة هم سووها. ما تعتقد أن المعالج اللي فرضه هو الشاشة يعني عشان يكون قادر على أنه يوصل نفس الكفاءة فأحتاج معالج بالحجم هذا؟ هم كانوا يتكلمون يقولون إحنا صممنا المعالج الانفور عشان الايباد. ترى في نقطه هذا كلامي ايه؟ انا اعتقد سووا سكيب لام 3 لانه يحتاجون تقنيه الانفور. ايه ونقطه ترى بسيطه، ترى غيروا بالخلفيه حقه الجهاز واستخدموا مواد ثانيه علشان تساهم في التبريد على المعالج عشان ما يتاثر الاداء. فهذه نقطه ترى ابرعتها في الموضوع. طبعا بعد تكلموا عن القلم، القلم حكاية ثانية. طبعا في خبر مزعج للمستخدمين، ميزة الشحن اللاسلكي وغيرها ما راح تدعم إلا القلم الخاص بالايباد برو أو الايباد أبل بنسل برو. وضح بشكل أفضل. طيب قلم أبل اللي أعلنت عنه أبل في المؤتمر الأخير اللي هو البنسل برو ما راح يدعم الشحن اللاسلكي مع الصدارات القديمة، راح يشتغل فقط مع الأجهزة الجديدة. هذا فيما يخص الشحن بس، يشتغل بمزايا مع الأجهزة. ما جربته. مو أنا اللي فهمته أنه أصلاً ما يصلح البنسل برو إلا للآيباد برو. الآيباد برو والآيباد إير كله يشتغل معهم. ما في مشكلة. بس الإصدارات السابقة ما يشتغل معها. ما إيه حاطة أبل أنه متوافق بس مع هذه الإصدارات. حاولنا نجرب مع الإصدارات الثانية لكنه للأسف أنا ما كنت ماخذ معي الآيباد حقي ولا كان جربته. أنا أحس طبعًا، شوف أنا ما جربت، أنا أحس إنه بيشتغل كأداة بس ما راح يعني. طيب تستفيد من المزايا اللي بالضغط. طيب إذا ما دعم الشحن اللاسلكي كيف راح تشحنه؟ صحيح. فلذلك ما راح يشتغل. لأنهم شو يقولوا لك؟ يقولوا لك إنه إحنا على أساس نحفل الآيباد برو وأيضا مكان الكاميرا تغير حجم الشحن مكان الكاميرا، فإحنا طورنا القلم وغيرنا طريقة الشحن بشكل بسيط، فلذلك مو متوافق اللي ترى مع القلم هذا، ما راح تقدر تستخدم الإصدارات. فمنطقيا المفترض أنه ما يشتغل على الإصدارات الثانية، لكن كأداء للآيباد برو ترى صار في فرق واضح الآن ما بين الآيباد إير والآيباد برو. الآن الآيباد برو هو صدق برو للمستخدمين الاحترافيين، للمخرجين، للمصممين، للرسامين فقط. أما شخص ناوي يأخذ الآيباد يشوف فيه محتوى مرئي ويستخدمه بالهذا، لا أنا أقول لك أو يسجل نوت. يسجل نوت لا ما يحتاج، ارجع للآيباد إير خلاص، أنت ما تحتاج الآيباد برو. الآيباد برو رسميا هو فقط للمستخدم الاحترافي، ما تحتاجه، ما تحتاجه أنت كمستخدم عادي، لأنه كل المميزات اللي موجودة فيه فوق احتياجك. طيب يعني أنت تقول الشاشة يعني إذا أنا مستخدم الآيباد برو فكل مواصفات جهازي، أنا آيباد برو قبل سنتين، فكل جهازي كل مواصفات جهازي موجودة الآن في آيباد إير تقريبا إلى حد ما، تقريبا إلى حد ما. يعني الشاشة نفسها ما أقدر أعطيك. أسألك علشان ما أقدر أعطيك الإجابة الواضحة لهذا الموضوع، لكن لأني ماني متأكد منها. لكن الآن الآيباد برو أي مستخدم يبغى يشتري آيباد برو هو ما هو مصمم، ما هو رسام، ما هو مصور، أتوقع أنه قاعد يضيع فلوس على مميزات هو ما يحتاجها. لأنه كان كل الكلام عنه وهم يسوون تجارب عليه وغيره كانوا يقولون أنه مثل السينما بين يديك، يعني الشاشة وضوحها جدا عالية جماعة، لدرجة إنه يقولون الآن المخرجين مهم، دائما المخرجين يستخدمون أدوات أو شاشات معينة علشان أو في وقت التصوير وغيرها، لأن يقولك يقدرون يستغنون عنها ويستخدمون بس الآيباد برو، فلذلك تلقى عندهم هذا. لذلك سووا النانو تكتشر هذه اللي موجودة الآن، صارت المادة اللي تنحط عشان تقلل الانعكاسات، عشان صدق المصور أو الرسام يشوف اللون بشكل فعلي عندهم وما يكون في انعكاسات على الشاشة وغيرها. تجارب التصوير، كيف ربط الآيباد برو بالكاميرات، كيف انك قادر تستخدمه، واضح ان أبل قاعد تستهدف الجانب هذا من المستخدمين، لكن بقية المستخدمين يرجع ويستخدم الآيباد إير، تراك ما تحتاج كل المميزات اللي موجودة في الآيباد برو. وهذا ترى يفسر سبب انتقاد شريحة واسعة من المتابعين ومحبين خلينا نقول منتجات أبل، وحتى التقنيين المتخصصين في تحليل وتقييم المؤتمرات من هذا النوع. فيبدو لي